حب فلسطين. 60 فنان تشكيلي من دول عربية وأجنبية مختلفة اشتركوا لإظهار حبهم ودعمهم للقضية الفلسطينية من خلال معرض فني عرضوا فيه لوحاتهم ورؤيتهم الخاصة عن اللي بيحصل في فلسطين من مجازر ضد الإنسانية باستخدام الفن كوسيلة للتعبير. إيماننا هو اللي هيولد النصر، حتى لو نحن فئة قليلة، بس طالما احنا في قوة إيمان وعزيمة واتحاد هنعرف نوصل وهنعرف نقهر العدو. ما بين التصوير الفوتوغرافي والفن التجريدي والتشكيلي جسدت اللوحات بتقنيات مختلفة معاناة الشعب الفلسطيني وصموده وإيمانه بالنصر، سواء من خلال الألوان والرموز زي الكوفية والعلم وخريطة فلسطين، أو من خلال مشاهد من الواقع جسدت معاناة النساء والأطفال بالتحديد. المرأة الفلسطينية غير أي مرأة في الدنيا، هي بتربي أجيال في ظروف صعبة جداً وبتطلع رجالة بجد. وفي اللوحة دي كمان كنت حاطة هاك من ورا عشان أبين القوة والحرية وإن هما إن شاء الله نصر قريب. الفن دايما وسيلة قوية للتعبير بالذات في أوقات الحروب، وواجبنا دلوقتي مهما كانت الطريقة أو الأسلوب اللي بنعبر بيه إننا نتكلم عن الإبادة الجماعية اللي بتحصل في غزة بقالها 40 يوم، وزي ما شفنا المظاهرات اللي خرجت في العالم كله هي أكبر دليل على إن صوتنا بيفرق.